السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ خلاص يا كبير اللي حصل حصل. يا ما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كأنك اتميتم. وده نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروج الديه. ولا ايه اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميك وانا عليك نقول لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاجئه من عمودية كمان يسيبك كده لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحريم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي. زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوبه ازاي. بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري حتى الصميم، فاهمني؟ انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه واتيفر، يعني اي حاجه، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدره عايمه في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمه انت؟ وهو هم التمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. لا تفهمني ولا نيله، لم المقاطيع دول واطلع يا اما اعتقكم بالنار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليا نص الدوار ده بالظبط، سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري ويرد. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا مناديع يا ولاد المناديع. احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني وهنبدأ من هنا. الدوار، الدوار الكبير اللي محدش هيقدر يهوب نواحيه واصل. مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت، احنا هنضربه وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دايم. انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي 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 انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتأفور تقول ال، يعني ايه هفهمها كده؟ يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي. ايه ده؟ الف سلام عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما بتعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعره. ادرس بص انا بحبك عشان كده. بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير، الحق لقيت ايه؟ لسه عنا شعري ما. يا مرحب يا مرحب يا القطقطة الشقرة. ام ايبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي. ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس، الكبير. ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه ورشيها لك سكر ودخلها لك الفرن ورجعها لك كحكة. معلش اخر حتة هترجعها ايه؟ كحكة. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده توست ايه، بس واضح انها حاجة وحشة. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ ها
أمرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش، ووعاك تغفل عنيها دقيقة واحدة. أمر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى أوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشة زينة ويحط عليها سكر ويدخلها جوه المايكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكة 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 كحكة. وبعدين ما ينفعش أول ما أمسك العمودية يعني أحبس أخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل إيه؟ مش عارف، بس أي ثينك إن إحنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيط ده. عندي عندي يا سيدوني. إيه عندي واحدة كفاية. والله العظيم ما في أهدى من دوارنا، وإن ما شلتكش الأرض نشيلوك فوق حباب عينيني. ها يا جوني، فكرت هنعمل إيه؟ فكرت هنعمل إيه؟ سامع كويس؟ فكرت هنعمل إيه؟ كان في فكرة في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفاية كفاية. ها يا سيدوني كله تمام. هيرجعونا للشقاوة تاني. وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبياء. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسين يا عم الزفت على دماغك ده؟ ايه هدرس ده؟ اوعى توماس يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على الشقه بالله. نظبط ساعتنا ساعه 3 AM. لعبة أفلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم لحظة عمر. 48 ساعة في إسرائيل. يا باي. طب عايز تقول إيه؟ عايز تقول إيه؟ ما هي الساعة ظبطها من أساس. آه. إيه يا جماعة ده؟ إحنا بنلعب وأختي بتموت جوه يا جوني. خلاص. أشلي بتموت. خلاص توماس. أشلي يا حبيبتي يا أشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس. عايشة ولا ميتة؟ أوف لاين ولا أون لاين؟ أشلي يا حبيبتي أشلي. أشلي يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. إيه؟ هنعمل إيه في السور الهيوج ده؟ لا أنا جات لي فكرة. دي برضو مهما كان أختي. عايز أروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف؟ لا يا جوني أنت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصة يتعامل كده. اجرب انا اجرب اجرب. ايوه احنا في مولد هنا، اقعد هنا مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني استعدنا على الشقه بالله. هنطاكيه Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف أنا خايف. ما تخافش ما تخافش. Trust me. يعني يعني ثق فيا بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني روح انت وسيبني. ما اقدرش يا هدرس ما اقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا بص في عينيا. 1 2 3.
الحمد لله. او ماي جاد هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا 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 ده قدري. انا هستنى هنا كمل لوحدك انت المشوار وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي مش ممكن. ديجا انت استناني هنا وانا هطلع فوق. لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لامه في موسم التزاوج. اوكي انسر لي بقى. انت بتعمل ايه هنا؟ ست اشلي وانا كان هربت. تعال وديك لست توماس. أشلي ما ماتتش. قبضت عليه. قبضت عليه ايه تعبيط التكمل؟ أشلي ار يو اوكي؟ اوكي اوكي انا هكلم جون. توماس حتى انت كمان طلعت ابل. او ماي جاد. الو او ماي جاد او ماي جاد. ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب. انا مش مطمن كده. جوني بيموت. جوني بيموت. جوني خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت. ده انت وجعتك مربربة يا ولد ابوي. اوعى تتهور اوعى تتهور. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتعمل وانت لساتك هتعمل. ما انت عملت يا سنيور وانت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ ار يو كريزي؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واصلخك حي واقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان. مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه يا حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب ما صدقوش حضرة الضابط حتى سأل جوني. أيوة دول كانوا خطفيني أزرهينا. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا أخويا الكبير عمره ما يكذب أبدا. ده كان فيلم كنا عاملينه أنا وهو على توماس وأشلي عشان يعيشوا جو الأكشن. أفهم من كده بقى إن مفيش مشاكل وإن أنتم متفقين؟ طبعا متفقين. ولا إيه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضرة العمدة. We'll be right back.
ويلكم نيكو، نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، you know something like الوايت هاوس. اوكي نيكول، شوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمدة اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. استنيكول استنيكول، حلم اللعبة ده يا ربي. استنيكول، انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استنيكول انا بحبك قوي، معلش انا الفرحه ما سيعنيش، المزارات كلها منوره حبيبتي. ميرسي، منوره باحلى. حياه النبي، تبقى تاجي عندنا عشان نتانس بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده؟ اسمها اسمها ايه؟ لا بلغة دي حاجة بتلبس في الرجل، لايك شب شب قباب، يو نو قباب. او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقة جديدة للدلع، مش عاطلي الفكرة. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكرة. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكرة الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفلة. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه خالص. بوه انت صدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد، يا ابو قلب جامد. ايوه. فين يا عم؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي. مسكوك كفاره. باه الو. ايوه. كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن نخرج. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. خلص بقى هدايا، بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها، يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه. هي دي اخرت خدمتي ليه؟ والله يا هدايا الكبير معذور برضه. جوني بتقول ايه؟ سوري. هي هدايا دي كانت مخلياه عايز حاجه. انا والله مش قصدي هدايا، انا قصدي التشيك الثانيه. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابره انها حلوه وغندوره وطير وحيها راجل، بس مش هي دي المشكلة. أنا مشكلتي إني لسه بحبه وما استحملش أشوف حد مشاركني فيه. بجد أنت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عنك. بقول لك إيه، لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن أقعد أحداكي لحد الصبح، عشان ما ينفعش أروح دار أبوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده إيه أصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي ما تتسماشي؟ ايوه طبعا، تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا، وليه ضره في البيت؟ لا يا هدية، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي بالراحه. راحه فين؟ هرخم واغتت لحد ما اطفش العقربه دي. أشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهدية ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقولها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطه. ده انت الجلابيه هتاكل منك حته. ميرسي. تفضلي. ميرسي.
تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير، بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه ده؟ مساء النور يا سجوني. نيكول جاهزة؟ الحفلة خلاص قربت. حفلة ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرة اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونترات وديحت بالله وتمسح به لمؤاخذة قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في معادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب انها ماشية ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفلة هتتعامل في معادها يعني هتتعامل في معادها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا؟ مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط، هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرف شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمون. انت؟ انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس. اهبل. انت؟ انت يا هدرس؟ انت تعمل كده؟ ليه؟ معلش يا جماعة سوري، الغلطة دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاك، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجة. ده سي توماس، سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ نعم. او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد. ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني، قول للعالم يدب غراضه لانه هلا انا بدي اسافر. نيكول او ماي جاد، لعب عيل ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي حرق جدي. هو المدرب ده هيتاخر لسه كتير، انا مفضليش الا يومين يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هدرس؟ yeah. يا ابل تسمع كلام واحد ابل. جوني مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من دلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أأمر. أأمر إيه؟ أأمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوه يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا استاذ، انت بتكلم راجل حاصل على الحزام الاسود، انا جاي اعلمك كاراتيه. هو الحزام الاسود بقى جلد وبتوكه؟ احنا هنهزر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك، انا عايز مدرب بوكس. انا بلا فخر المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطه، بل المدرب الوحيد على الناحيه كلها. يعني انا لبستك خلاص، انت بقيت بالنسبه لي امر واقع.
انا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. البوكس ايه؟ البوكس ايه والكاراتيه ايه؟ ما كله ضرب. وبعدين في النهايه هم عيله واحده بس منفذين على بعضيهم. انت راجل فاكس موت وانا مش مقتنع بيك زرع. يا حضره العمده ما تقلقش، ان شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. ايه بقى، هنبدا كتات ولا متاسس؟ سامع بيقول ايه؟ سامع بيقول ايه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اصد اي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللوكاميه في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف. انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. خلاص تعودين على كده. معلش، انا مش عاوزك كده. مش هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بص، احنا هناخد وضع الاستعداد واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام ده؟ قوم قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت ده يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ هذا هذا هذا، احنا متعودين على كده. انا عامل عنف بقى. ايه يعني جسن؟ مش مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطه ضايعه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السعادات معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، بتديها له خطه فيها ليه؟ مادة ولا ايه؟ جوني يا جبان، طب خدوا لي حاجة. مين صاحب الارض دي؟ انا يا باشا. خير؟ امر حضرتك الظابط. ايه ده، ازيك يا عمده؟ هو حضرتك معاهم هنا؟ اكشلي انا معاهم هنا في محضر ازعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الارض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ اظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده ولا ايه يا فيزو؟ على العموم انا مش هتاخذ اي اجراء قانوني دلوقتي، بس ده عشان خاطرك يا عمده. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عاليه، لان ده مش قانوني. دن. سلام عليكم. عليكم السلام. لاف يو برو.
Sometimes. الكبير المرة دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. يضرب زي ما يضرب. مش الضابط قالك اللي بيعمله ده مش قانوني؟ So. أنا هخليه قانوني. إزاي يعني؟ شاركي. إيوه يا سي جون. عاوزك في حوار فتيق. Follow me. ايه رايك يا معلم؟ في ايه؟ ايه يا اوفر؟ ايه؟ فين الناس؟ عايش في الوهم لوحدك؟ انا مش فاهم، في ايه؟ لحد امبارح كنا كومبلي والناس كلها مبسوطة، ايه اللي حصل؟
عديله ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذه يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه مستر جوني، بلا مؤاخذه اصل الكبير ساحلنا في الارض 14 ساعه شغل ومعذبنا وعمال يجيب لحصنه والرجاله بتوعه ماسكه خرزين وعماله تضرب فينا. بهدلونا يا مستر جوني، بهدلونا. ايه جو مسلسل الوصيه ده؟ طب الراجل منافس مني وقصدني انا، انتوا الناس العاديه ذنبكم ايه؟ عشان احنا غلابه يا مستر جوني، ملناش كبير. احنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادلوا اتنفخ يا مستر جوني. كام داون كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكره بقى دي حاجه غير ادميه، فين قانون العمل؟ فين قانون قانون ايه؟ ايه قانون العمل؟ انت بتفتي، هو وقت مالي بتبدو اي كلام؟ راجل منفوخ يا هات له تمر هندي، هات تمر هندي. على فكره قانون العمل ده معروف دوليا، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك، لانش بريك وكافي بريك، معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ شور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص هات له تمر. هتقوم يا دي عر انت وهو يا ما كفاياكوا الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير بقول لك ايه يا كبير، ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف؟ من متى بتصيف يا سيزيزو؟ ما انت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني انا قلت اقضي لي يومين انا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي او في السخنه. ايه دي اللي سخنه يا ملسوع؟ على العموم انا مش جاي استاذنك، انا جاي ابلغك. لا والله فيك الخير، فيك الخير يا ابو. قوم يا انت هو يا قوم الشغل يا انت هو يا فزاع. املك يا كبير. ايه الوجع البربربه اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفوع اللي تقول الواحد منهم قوم الشغل كنا شغال في الابوار، يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، هنهزره؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتهملهم جديه ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعه ما لجنه معلقه اللائحه دي وانا ما عرفش اعمل حاجه. منه لله العيل الاصفر، هيج علينا الحكومه. امانه الله يا كبير، هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون. يعني جلابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو، بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والارض وطلع التصاريح كلاتها. حبيب القرش، اسمع يا فزاع، امن جنابك، عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. امن جنابك، تعال هنا اهل في المجده. اه دي هلته كراميل كوفي بريك. كوفي بريك كوفي بريك يا ملدوع، كوفي بريك. البتاع ده يا معلم جامد جدي، اسمه ايه ده؟ ادرس قال لي ان اسمه تين تشوكي. تين استنى احنا كنا حاجه نفس الفصيله، بس كان اسمه تين بيومي تين بسيوني. اسمه تين بشرومي. اكزاكتلي بشرومي. الفصيله دي كلها حلوه باين عليها، بس عارف ده طعمه احلى بالرغم ان في حصى بيخش في السنان زي الجوافه، بس ربنا ما بيديش كل حاجه. بقول لك ايه، هات الريموت من عند رجليك. ايه انت هتستعبط؟ انت سمعتني كويس، هات الريموت من عند رجليك. جوني انا مش قادر. انت بقيت ليزي كده ازاي يا ابني؟ انت لو اتشقلبت هجيبه ده عند رجلك اهو اهو. طب خلاص ما دام الموضوع سهل كده اتفضل انت قوم هاته. تعالى معايا. طب بص سي ان في ناموس ورطتك في رجلك،
هتروح تهرش بدل ما تهرش حتى ريموت. جوني انا تعبان. اشلي اشلي ايبود وسماعات. طب توماس توماس اخر حاجه ممكن لو سمحت بس تديني المخده اللي عند رجلك برضو علشان ارميها على اشلي فهتجيب لي الريموت فاقدر اغير. جوني فكك مني انا عايز استريح. ده انت الشاب تقيل. استريحت؟ انا مش ايه انا مش انا الفيلم ده عاجبني انت مش عاجبك قوم انت بقى هات الريموت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ماما مسافره الصين عندها ميتنج هناك. طب وايه المشكله؟ ما تخلي الست تفرفش يعني تجيب موبايل تقليد حاجات مضروبه ولاعات. مش دي المشكله اصلا المشكله في سوق. سوق اختكو مالها؟ مش هينفع تسافر معاها طبعا وهتجيبها على هنا. ايه ايه ده بجد؟ دي سوق جايه على هنا؟ ايه القرف ده؟ ايه على هنا فين يا جماعه؟ ما تخلوها تتنقل تقعد عند اي حد من قرايبكم في امريكا. مش هينفع يا جوني انا خالتي بتطلق ومرات عمي بتولد والولد عنده مشاكل في ايديه على فكره اصلا مام حجزت لها وجايه كده كده. او ماي جاد. بصراحه يا جماعه انتوا يعني بسخافتكم وتقلكم ده ما تجوش حاجه فيها دي تقيله جدي. هتتنقل تقعد هنا قد ايه؟ 2 ويكس. وجايه امتى؟ بعد بكره الساعه 10 الصبح. ده هيبقوا اسبوعين يعني. بقول لك يا معلم ازحني الاسبوعين دول شغل. شقيني شقيني شايلني طين يا معلم رايح جاي بيه عايز اجي تعبان انام على طول ما تخافش. اوكي اوكي هات الريموت بقى عشان نغير القناه. لما يكون عندكم فراخ ملوخيه نجي فزاع. انت يا ده فزاع راح فين الواد ده؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واشلي المحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخدوا فزاع معاهم كمان. معلش يا كبير دي ضيفه بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك ليها عندينا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بين انهم جوا هم. تعالي يا سو ادخلي. تفضلي يا حبيبتي. ايه المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه ايه ساعة قبل ما تجيب الشنط من العربية؟ معلش اصل كانت تقيلة قوي وكنت يعني بريح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك امر الله. ايه الهمجية دي؟ الشنطة فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجه يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي. وبعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع اصل سو اختي نرفوزه شويه. لا مفيش مشكله حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترخوا طلع الحاجه على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيا. طلع الحاجة على الأوضة يا فزاع. أمريكا ست أشهر. وأنتِ هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ أشلي. معاك في الأوضة طبعًا. معايا في الأوضة إزاي؟ ما أنتِ عارفة إن أنا ما بحبش حد ينام معايا في أوضة واحدة. حد مين يا حبيبتي؟ دي أختك، وبعدين دي أوضتها شرحة وبرحة وترد الروح. إيه دي؟ دي هدية مراد أخو جوني. وات إيفر. المهم أنتِ دلوقتي هتنامي فين؟ يا سو يا حبيبتي كده مفيش حتة أنام فيها. مش مشكلتي دي مشكلتك انتي اتصرفي نامي في اي حته تانيه ما انت عارفه اللي انا جايه انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت اللي معجربه دي؟ لا ريلي في حاجه غلط يا معلم في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه اعرف بليز بلاش الفاظ بلاش انا عارف انك عيان خلاص وانا زيك برضو
واشلي كمان من ساعه ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا، انا شاكك في التاني التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ انا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده. مش بعيد يكون كان في يوم من الايام تحت لسان اشرف ولا فزاع. ياو، طب بقول لك حط انت تحت لسانك عشان انا بقرف، واي درجه حراره تطلع انا راضي بيها، ما انا زي زيك. ايه يا جوني ده، انت بتجرف فيا يا توماس؟ يعني انت هيجرى لك ايه؟ ما انت عيال خالص وبتموت اهو. لا يا عم مش عايز. يا سي جوني الوكل ها على الباب، حد يجي ياخده. ميرسي يا هديه، ميرسي. بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس 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 بليز بليز قوم قوم قوم، هز طولك قوم، يلا قوم هات الاكل من ورا الباب. انا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني انا لسه سليم يعني يا جوني؟ ما انا كمان الحمى هداني. اقول لك قول لاشلي. اشلي اشلي ما تستعبطيش، انت صاحية. ايه ده، انت عرفت منين؟ ما هو باين عليكي فيك قوي يعني. ما حدش بينام بيبقى نفسه عامل كده ولا وشه عامل كده. يا جوني انا مش قادره ارفع ايدي، هقوم ازاي يعني من على الكنبه؟ خلاص خلاص نموت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس ايه؟ هات الريموت. هو ايه هاته خلاص؟ يا هديه يا هديه، ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هديه. ايوه يا حبيبتي، في حاجه؟ الاوضه دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطه الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر، انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والاوضه دي هتنضف امتى بقى؟ بكره الصبح ان شاء الله لما تاجي ام بعبيكه هخليها تعمل لك اوضتك اول اوضه. ايه؟ وانا هفضل في القرف ده لحد بكره الصبح؟ قرف؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ نظفيها انت. ايه؟ ايه انا قلت حاجه غريبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اقف عوج واتكلمي عدل. انا هنا ست الدار وانت هنا ضيفه، والضيف عندينا ملهوش غير الادب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبه؟ ايوه طبعا، قليله الادب والربايه كمان. انا قليله الادب يا جهله يا متخلفه؟ انا جهله ومتخلفه؟ ايوه انت جهله ومتخلفه وقاره كمان. توماس توماس ايه يا عم انت؟ في ايه في ايه؟ دي خناقه تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه، هلوسات ولا خناقه؟ خناقه يا جوني خناقه. ليه يعني مين انت بتضرب؟ توماس توماس يا جوني انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقه دي. طب ما تقوم انت. وكل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب انا تعبان يا جوني. دي مين تاني؟ دي مين تاني؟ عليا ولا تقولي لي بكره؟ الكبير بس هو اللي بيقول لي بكره، سمعاني ولا مش سمعاني؟ لا انت بقى اشلي اشلي. جوني مش قايمه. انت عارفه انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليكي. انت جوز كلاب. توماس 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 ايه؟ انا علي حس. ليه يعني مين انت يا تفتوف انت؟ يا بت ده انت قدك ضيح، ده انا لو سفخت الكف هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده، انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت؟ احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزك تطلبي لي البوليس والناين وان وان كمان عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع بسناني حته حته. ويكون في معلومك اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا احنا هنا هنعرف ونربوكي صح. بعد نقطتين، يا إما يمين يا إما شهرين يا إما سنتين يا إما قرنين. إيه المدة المطاطية دي كلها؟ ما أكيد هتلاقي أسمع خبر في الوقت ده كله. قارئة المج انجزي، أنا بقالي ساعة شربت 5 فناجين قهوة وأنا ما بشربش بن من أساسه، بيجيب هالات تحت العين وأنا بشتري دهنية. كل حاجة باينة في الفنجان. ها خلاص. إيه؟ الفنجان بيقول إنك جاي من سكة سفر بعيدة. Let me guess. أمريكا مثلاً؟
أنا موهوم جدي. وبيقول كمان إنك مسافر لحد من لحمك ودمك، ولا عمرك شفته ولا عمره شافك. أوه ماي جاد، بصي أنا إيدي بتعمل إزاي؟ يا ساتر يا رب. خير؟ الفنجان بيقول إن في حد هيجي يطلب منك طلب، ولو ما نفذتهوش هتقع في مصيبة كبيرة. انسي الموبايل، مش هديهولك كهدية. ليه يا جون؟ انت هتستخسروا فيها يعني؟ سيس قوي يعني، دخلتيلي بالحنجل والمنجل وال... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ انا واقع في مصيبة ومحدش هيعرف يحلها الا انت جوني بيه. مصيبة ايه يا فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجازيه، الواد باقي له 6 سنين قاعد في قنا، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها، وابوها ده ايه؟ ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ولد ابوي ايه الناس دي مش من توبنا؟ قال لي ما عجبوش الكلام، اصله يعني كمان هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري، خلاص الهري. عايز فلوس؟ لا لا لا، فلوس ايه؟ خيركم سابق، فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانية خالص يا جوني بيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني؟ لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فشر ومعار معار، الكذب ده في دمه. فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا، سايبه ومشيت الليله، عملت العمده وقرينا الفاتحه، والامور كانت ماشيه اخر حلاوه لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب هو ايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. امال انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك انا في البلد؟ انت مفقوس موت ان مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعملها غداوه حلوه بيديك دي. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه. مان الهزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجه زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار وما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عنديه بكره شغل ياما، شغل كتير وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس هتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتح عليك يا ست الناس، ربنا يديك، ربنا يفتح. يا ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها. انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا، انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجه، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجه ثانيه كمان امن جناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها مفيش. دي اول واخر مره. قلت ايه يا ست الناس؟ موافقه وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه. الله. طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم يعني كتر خيرك، والناس هنا تبقوا تنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. مع الف سلامه يا كبير، تروح وتاجي بالسلامه. الله يسلمك. ما عزيتش حد من برا وانا جاي. اعوز سلامتك يا اخوي. انا رايح المركز اجيب لك معي لوليته. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو انت حتاجي ميت ان شاء الله يا كبير. لا انا هتاخر شوي، هطلع البنك الاول اجيب فلوس، بعدين اطلع الحاج عوض اخلص معاه في موضوع طرمبات الميه ده.
وليه المشورة يا كبير؟ ما تخليه يجلك هنا وتديله الفلوس. الرجل كبير ومشاغله كثيرة، وبعدين انت مالك من اساسه؟ ايه الرط الفارغ ده؟ كل ما اقولها كلمة ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال بباطي، تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خذ لك حنان. لا 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 العفو، بلا ما اخذه يا كبير، العربية جنابك جد مرة. اسمع، ثاني مرة تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجة 7 متر بيني وبينك. امر جنابك. انك هيتي توقف. امر جنابك. مع ألف سلامة يا كبير. طريق السلامة يا كبير. ودي يا فزاع، الناس هتهاجميت. الناس على وصول يا ست الناس، الولد فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كان لي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك العبايه الصوف الكحليه الثقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. خبراها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا دي فزاع، عاوزني اجيب لك عبايه الكبير. معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نظبط الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا دي فزاع، لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دفع علي. طب اتجرى قوام، شوف الناس هتهاجميتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعال يا رباب خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، عين عليك وبرده. اه الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت العب في الجنينه دي انا وابويا العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينه دي؟ ايوه الجنينه دي، انا وهو واخوي فزاع. فزاع الحمد لله على السلامه. فزاع كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. وحشتنا يا اخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرت البركه. الحمد لله على السلامه. كيفك؟ اهلا ومرحبا عروستنا الحلوه. اتفضل يا فهيم، اتفضل ريحوا من المشوار جوا في الدوار. التمثال دي ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان، وكنا نمسك انا وانت وعيال الكافر ونلعب بكهربا كهربا، وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا وماليه. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرم وقال لك رجاهي؟ ايوه طبعا، وما هنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور، بعيد عليك قالوا زهيمه البدري. الحمد لله على السلامه. تفضل يا عروسه. يلا يا رباب يلا تعال نخش السند عليكي بدل ما ينسانا. تفضل يا باشا اتفضلوا. هقول لك ايه، استهدى بالله وحب على يدك، اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. تفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد، ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه، مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده، ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب، ده هيبقى جوني بي. شريكو. شريكو؟ ليه متقاعد؟ ليه متقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جت لها شظيه سريعه الطلقات من ايام كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. دول بيناتهم شغل كتير قوي، يعني عندك مثلا ملاهي المزرعه الجديده. ملاهي دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا، بس حيزودوا عليها لعبه المنخ الودوده بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الاموره دي؟ انا قريبته. ايوه دي تبقى ست الناس، ست هديه خالتي. خالتك؟ ايوه بس يا انت مش ملاحظة عندها انها صغيرة عليك حبتين؟ ما هو اصلها يعني. لا اصلاً جدي وجدتي قعدوا 25 سنة ما بيخلفوش بعد ما جابوا ام الحاجة، وبعدين جت خالتي هدية بعد كده. فشار محترف. انا عيطت. اهلا 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 وسهلا ست هدية. يا ست هانم لو مؤاخذة دي على قد المقا مش قد المقال. ولزمه ايه التعب ده؟
ايدي مش طايلة. معلش مش قصدة مسمعها. اهلا بيكم بعرصتنا الحلوة. ما تتفضلوا يا جماعة، تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين؟ ده الوقت جاهز، هم بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفرة عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. ايوه ايه؟ قصدي يعني ناكلوا لقمة خفيفة كده. اتفضلوا يا جماعة، البيت بيتنا. اتفضلوا اتفضلوا يا حلوة. اتفضلوا اهلا وسهلا. اتفضلوا يا دكتور. نايس موف مان. دي رأسة؟ لا شازيا دخلت في كعب رجلي مش عاوزه تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامة بسلامة نظيم باشا. اتفضل اتفضل منور. ابوس ايدك. لازم اتصور معاه، ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. هو ايه ده يا عم؟ جيس وات، ده اعلان بنجمع فريق امريكان فوتبول بس من المزاريطه. ايه يا جماعه مفيش حماس ليه؟ امريكان فوتبول عارفين اللعبه اللي هم بيبقوا لابسين ضخم من الكتاف ولابسين خوذ زي بتاعه الموتوسيكلات الجاوه، بيبقوا كلهم ماسكين كوره وبيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض. ايوه الكره الحمراء اللي شبه الشمامه. اكزاكتلي. لا ما عرفهاش. توماس. اوكي اهو هي دي الامريكان فوتبول. ده الفريق اللي عايزين نجمعه. طب اللي هيجي هنديله خوذه هديه. طب طعمين امريكان فوتبول من بره شكلهم روش كده. طب هديله سندوتش كبده جملي. ثلاثه بس. طب زود الاكل. رغيفين كبدة بالطحينة. أنا معاك. أربعة بس. تعال نشوف حتة تانية. يلا بينا. يلا ربنا يكرمنا في حتة تانية. هاي. واتساب بو. هو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. تعال نشوف. اهم حاجه التركيز، تبقى مركز انت وهو وكل قوتك تبقى في الايد دي وهبة تستعد تماما وتروح نازل. ايه يا حمدي مش هتبطل تعور واكشن؟ لا ما اهلا حضره العمده، ده اهل الخطوه العزيزه دي يا حضره العمده. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي التغوي، يلا ارتفع، يلا تشطفوا. يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نوى، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وبص عندي حد. كفايه كفايه هري كفايه هري بقى، مش ممكن صداع. انا بدور على لعيبه امريكان فوتبول، بعمل فرقه فنون شعبيه عندنا هنا في عم حمدي. عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضره العمده. بس عدم المؤاخذه هي نهون دي. امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك. عارفها منين اللعبه دي؟ ناس لابسين خوذ بيجروا ماسكين كوره زي الشمامه. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقه مش متوفره في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعه عايزينها والورق بتاعها ماشيين فيه والموضوع خلص، وان شاء الله هيركبوها في اول مايو. وايه اللي هيركبوها؟ انا بكلمك على ترمبة ميه يا حمدي. انا بقول لك عاوز، بص انسى انسى اي حاجه. عندك اي حد ممكن يلعب اللعبه دي؟ بطل كمال اجسام، بطل حمله اثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، اي بطل. أيوة بطل ابطال يا عمده. عايز بطل. ما انت ما قلتليش انا اكتر الابطال عندنا هنا. عايز احنا واحد. عندنا بطل العالم في افريقيا في رفع الاثقال، متخرج من هنا من المزاريطه. ايه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ امال ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق
ما شاء الله، شوف الجسم، شوف القوة، ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74 وفضل محافظ على اللقب 3 سنين 74 75 و76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق ايامي، يبقى 1800. سلم على العمده يا كابتن. لا كعمده، اما بيج فان، اما بيج فان. خش استريح يا حاج، خش استريح، ربنا يديك صحه. عايز حد عايش يا حمدي؟ عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك اي حاجه فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق مش عاوز توفيق. مش توفيق. مش عايز توفيق، مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضره العمده من الاول بدل الدخه دي. عيل صغير شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه. لعلمك بقى انا حمدي كتا ده متفائل. ايه ده؟ شيكابالا. ده شيكابالا بقى ده اللي جاي عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وقابل بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع، ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح، ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده، وروح اتشطف مع زملاتك في الترعه. يلا ليه كده؟ ده انا المدرب بتاعه، وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القوس. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه، يا اما القرص يا اما يطلع بره المركز، يا يخش في شباك يكسره، يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. او ماي جاد. طب انا عاوز مناع، ده عاوز مناع. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا حضره العمده. هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق. مش عاوز توفيق. يا توفيق. مش عاوز توفيق. امشي يا حاج، مش عاوز توفيق انا. لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق. ده راجل كبير في السن وبطل متقاس، والنبي ما تكسر نفسيته. طب ليش قلبي بقى يا حمدي؟ انت عارف معلش والله هينفعك، وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره انا عارف، هفتح على نفسي فتوحه. لعلمك بقى يا حضره العمده، الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك، وبعدين عنده عنصر الخبره. بعدين راجل بركه، خده. بس عجوز وكل الرياضه ضربه. يا سيدي هيشتغل، لو باظ منك في اي وقت هاتهولي وانا هرجعه واديك بدال.